بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد درس 17 من دروس فقه الأسرة. السجيني باختصار نبين حكم الشريعة في التلقيح الاصطناعي وحكم الشريعة في الاستنساخ البشري. نقطة زواروث، حكم الشريعة في التلقيح الاصطناعي. شرع الإسلام يقبل التطور العلمي، يقبل التطور البيولوجي، التطور الطبي، يقبل علوم والمعارف، يقبل شرع الإسلام، ولكن بشرط أن لا تتناقض مع أحكام الدين القطعية ولا مع مقاصد الشريعة الكلية. تقدر تقول شروط إذ يخدم الشرع يعني في هذه المجالات. التلقيح الاصطناعي يقبل الشرع الإسلام بشروط. الشرط مزورو إلاق الزوجة والزوجة أبروحنا التلقيح الاصطناعي ما إلا ورسعنا الدرية بالطريق الطبيعي، عن طريق التلقيح الطبيعي. ما إلا هذا لم يتحقق يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي. الشرط الثاني، لازم يكون عقد الزواج بين الرجل والمرأة صحيحا. إلا قرقت مطلقة الشريك لعقد الزواج إصحا. الشرط الثالث، أن يتم التلقيح حال قيام الرابطة الزوجية، لا بعد طلاق بائن ولا بعد وفاة الزوج. إلا قرقت التلقيح يرقت مطلقة التلقيح الاصطناعي، ونثني في حال الحياة الزوجية، يعني مازال تعيشين الحياة الزوجية نسن، ماشي ما إلا مثلا بعد إيمي ثفرة ثم الطوف طلق بائن، بعد داوين ما الزوج خدم التلقيح ثم الطوفيس فورا، ماشي ثم الطوفيس داين ثفرة طلق بائن. ولكن سواء كان بائن بين صغرى أو بائن بين كبرى، نغب بعد وفاة الزوج وزارة مساقي ذا الطب تطور إلى مين مقارنة البنوك لتحفظ الماء الرجل من بعد، يعني في داوين بعد وفاة الزوج أدخل من تلقيح ثم الطوثيس الأرملة نديجة خاطئ، لا يجوز. لازم يتم التلقيح الاصطناعي أثناء قيام الرابطة الزوجية الصحيحة. الشرط ويصربعة، أن يتم التلقيح بين ماء الزوج أو نطفة الزوج وبويضة زوجته، أمان برجاز أكو ذي البويضة انتمطوثيس الشرعية بلا ما يوند الطرف ويسلاثة. يعني مثلا أولي جزارة أداوين بويضة ثمطوث نظن، نغداوين ماء نطفة أرجاز ويض والجزارة، نغدوين ثمطوثة دخلون الرحمين السمي قارن استئجار الأرحام ما يسمى بالأم البديلة، يعني مير بورتوز، أدخلون ثمطوثة أدخلون الرحمين نس مخدم التلقيح ذي التلقيح يقع بوضي سنساف. أما كان الشيء يضره أطاشي ثموري ذي الغرب يقعش تفسخ كبير في هذا المجال، يعني عندهم قارن لمير بورتوز في جلجي وجزرة في الشريعة الإسلامية. إذن الشرطين قالوا أن يتم التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة زوجته دون طرف ثالث، سواء كان رحما مثل استئجار الأرحام أو ما يسمى بالأم البديلة، نغ بويضة زوجة أخرى أو امرأة أخرى، نغ حيوان منوي رجل آخر. هذه هي الشروط نتاع التلقيح الاصطناعي في الشريعة الإسلامية، وهي خلاصة ما قررته المجامع الفقهية التي تمثل الاجتهاد الجامعي، مجامع الفقهية نغ الفتاوى للعلماء كل بمفرده، يعني الفتاوى الفردية نغ الفتاوى والقرارات الجامعية.